يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، معكم اخوكم نواف السويد، وبهالفيديو ما له علاقه بالتقنيه ولكن هذا موجه لاخواني اللي يعانون من مرض في القولون ومسوي لهم عمليه الاليوستومي او الكولوستومي. فاتمنى من اي شخص ما عنده امراض والله يديم عليكم صحتكم وعافيتكم وغير مهتم في محتوى هذا الفيديو انه يوقف الحين يشوف لاي فيديوهات ثانيه، لان هذا الفيديو مخصص للناس اللي عندها او اللي مسوي عمليات الاليوستومي او الكولوستومي وكيفيه التعامل مع الكيس وتبديله. فاللي مهتم لهذا الموضوع يكمل الفيديو، واللي مو مهتم اتمنى انه يشوف له فيديو ثاني، لان الفيديو هذا راح يكون فيه بعض المشاهد اللي مرضى الاليوستومي والكولوستومي متعودين عليها والله يشافيهم ان شاء الله، متعودين يشوفون اللي احنا شايفينه. فعشان ما تلوع جبودكم، اذا انتم ما فيكم الا العافيه ان شاء الله، لا تتابعون هذا الفيديو وخلونا ندش بالموضوع. خلونا نشوف بدايه، خلونا نشوف شنو الادوات اللي راح نحتاجها. كيس زباله انتم كرامه، بعدين الكيس نفسه، في عندنا القاعده اللي راح نركبها. هذه القاعده داخلها راح يكون في عندكم هذه الورقه. هذه الورقه عشان الحين راح نشوف تقيس المساحه حق فتحه الاليوستومي عشان تركبها وتقص الفتحه. الحين راح اوريكم الطريقه، راح نقص الفتحه على حسب كبر الفتحه اللي عندنا. شاش حق التنظيف دس، وفي عندنا هذا اللي شايفينه، هذا عشان ان الادهيزف هذا تقدر تشيله بسهوله مع اللزقه مالته. وفي عندنا هذا، هذا حق تنظيف انه تحطه بالمكان ويكون كانه عازل بين الجلد وبين اللزقه اللي راح تحطها. فخلونا الحين نشوف طريقه التركيب. في عندنا اشياء مو ضروريه، ولكن اذا لا سمح الله صار شيء، في عندنا هذه اسمها هيسب، هذه البودره حق اذا كان في عندك التهاب او جرح، وفي هم بعد بالمستشفى يعطونك هذا الكريم. الكريم هذا عشان اذا مثلا صار في عندك التهاب او الاسد مال كرامة من الخروج يا على الجلد تقدر تنفع من هذا. هذا اذا كنت تبي تزيد الادهيزف اللي موجود على القاعده، فمثلا وسعت الفتحه او انك تبي تحط مثل صمت على مكان الجلد. هذا مو ضروري والباقي مو ضروري، اخر اثنين مو ضروري. خلونا الحين نشوف شلون راح نبدل الكيس. يفضل ان انت طال عمرك تبدله بعد ما تقعد من النوم. في شغله نسيت اقول لكم اياها، في عندنا هذين اللزقات، هذين اللزقات انا احطهم عشان ازيد التثبيت، ولما اتسبح ما ياثر، ما ينزل ما يتحرك، فمو ضروري، ولكن يفضل اذا انت كنت تلقاهم يكونون بدون شاش، بدون اللزقه اللي بالنص. اوكي، فمثل ما قلت اول شيء لازم او يفضل ان انت تبدل الكيس بعد ما تقعد من النوم، تكون متعشي قبلها تقريبا، خلونا نقول 3-4 ساعات قبل لا تنام، عشاء خفيف عشان لما تقوم الصبح ما يكون وايد متفوخ نفس ما قاعد نشوفه الحين، فهذا راح يأذيك وايد. اولا نفتح الكيس. الكيس هذا ليش؟ لانه حطه بالهدوم عشان ما تلعوز نفسك وتتمسخر، فنحطه بهذه الطريقة الهدوم. بداية راح نشيل هذا، انتم عارفين المشهد اللي راح تشوفونه. بعدها نستخدم هذا عشان نقدر نشيل اللزقات بسهولة. أنا أحط 4 بالزوايا عشان يمسك، المهم شلون ينشال بسرعة. ويفضل للأخوة الرجال إنه يشيل الشعر اللي بجسمه، لأنك راح تبكي من العوار من شيلة وحطت هذا. بس قط قط. أوكي، الحين نغسل المكان. أوكي، ونرجع. طبعا شوفوا الكيس شلون محافظ على نظافة المكان. انا احب انظفها بهالطريقة، حط اول شيء عليها ماي، ننظف المكان. شوفوا ميزة الكرش انه يطيح بالمغسلة وينظف بسهولة، لو ضعيف الحين ولا كان تمسخرت
الحين نجيب الشاش نظف دار مداره بهالشكل. طبعا ليش قلت لكم نظفوا بعد ما تقعدون من النوم؟ الفتحة تكون صغيرة وانتم بكرامة الخروج وهذا كله طلع، فما تشتغل وما تطلع وصخ الشيء انا حاطه لانه لا اراديا راح يطلع. فلان انا قمت من النوم وقاعد تقريبا صار الحين ساعة مو ماكل ولا شيء، فشوف ما في فانكشن مو شغال، فهذا يريحك بالتنظيف والتبديل انه ما تدمر نفسك ولا توصخ نفسك. اوكي الحين خلونا نشيل، لو تشوفون مع اللزقات هني هذه الخطوط هذه تقدر تشيلها بهذا. جيس اوكي نظفنا المكان بقى على سنجت 10. الحين بيحق هذا سلسي رجة ثم بخرت. الحين حق طريقة الأخ القاعدة، طلع القاعدة تشيس. اللي راح نسوي الحين نيب هذه اللي راح تكون مع القاعدة، تلقونها داخل القوطي العلبة مالت القاعدة، وفيها الأحجام مثل ما احنا شايفين. الأحجام هذه راح نستخدمها عشان نقيس المساحة مالت الليستومي ونعرف شنو اللي راح نقصه. طبعا مثل ما قلت لكم على حسب الأكل تكبر ويطلع وزيادة، فحافظ على أكلك وحاول أن أنت تعرف شنو اللي تتعامل معه. أنا كنت أستخدم هذه الفتحة اللي هي ربع واحد ربع، فلو نلاحظ الحين ما راح يدش، دور واحدة أكبر حطها بهذا الشكل، شوف القياس، حاول كثر ما تقدر ان انت ما تخلي جلدك يكون ظاهر وايد. ليش؟ عشان وانت بكرامة الخروج ما يحوش الجلد ويسبب لك التهابات. بعد ما تختار الفتحة تحطها على القاعدة مثل ما احنا شايفين كذي، تجيب قلم ترسم دائرة. اوكي طبعا يفضل ان انت ما تسوي كل القواعد، يعني كل قاعدة تسويها بنفس الوقت اللي تبي تركب فيه. ليش؟ لان مثل ما قلت لكم ممكن تكبر ممكن تصغر، فما له داعي ان انت تقصهم وبعدين تتوهق ان انت قاصهم اكبر او اصغر من الفتحة اللي تبيها. طبعا مو لازم تكون دائرة كذي، اللي يعني مثل شايفين ان انا عندي مو دائرة كاملة بالضبط، فاللي راح اسوي قص دائرة بعدين راح احط التحديد هذا. هذا المقص ليش زين؟ لانه مقوس، فالتقويسه مالته لما تقص الدائره وايد احسن لك من المقص العادي. في ناس تستخدم طريقتين، انا عندي الطريقه هذه، ما في ناس تقص كذي بعدين تمشي بالدائره، انا عندي طريقه ان انا اقصهم بهالطريقه اربع زوايا. ليش؟ عشان يكون عندك اسهل بالقص، طريقه القص تكون عندك اسهل ومرتبه اكثر ويطلع عندك دائري بشكل افضل. اوكي من بعد ما قصينا نقيس، طبعا لان عندي قطعه من تحت لازم احط اول شيء من تحت. شوف 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 طال عمرك. فهذه فائده الكيس اللي تحطه لانك ما تدري باي وقت يخون فيك. نظفه مره ثانيه اخر مره، ايش في عصب كبر كذا. الحين حق القاعدة شايفين انه مو مقصوصة دائرية كاملة، هاي سوي شيل من تحت فوق. بسم الله
عشان كذي خلصنا من هذا نشيل فوق رخ نفسك عشان يلزق معاك. طبعا اذا عندك كرش، اذا ما عندك كرش عادي سهل حتوضعك. شوف اوكي، لا تشد وايد عشان لا يطلع، لا تضغط على بطنك وايد او ترفع وايد عشان لا يطلع الخراج مع الخروج ما يسمونه. الحين كذي خلصنا، بس اخر شيء ننظف شوي عشان لا يطلع. اللي راح نسويه الحين راح، طبعا الحين كذي خلصنا، تقدر الحين مجرد ان انت تركب هذا وخلاص. بس انا مثل ما قلت لكم احط اللزقات هذه، ليش؟ عشان يمسك لما تتسبح يكون افضل، ماي هذه ضد الماي فتحميلك اياه، فتقدر تخلي القاعده ما تبدلها لمده 3 أيام 4 أيام. هذا شيء زين. اذا ما تبي تحطها ذي ممكن ان انت تبدلها كل يومين 3 أيام عادية، بس انها تعطيك راحة بالاستخدام لما تتسبح او تتحرك، فالقاعدة ما تتحرك معك وايد. انا احطهم بالزوايا ليش؟ عشان اكثر اماكن هذه اللي ممكن تتحرك، فهذا يحمي لك اياه. كذي نكون خالصين. حلو، الحين ني نشيل الكيس، شوف شلون، ونركب هذا. طبعا في ناس يحطونه من تحت او من فوق، انا احب احطه من الجنب بهالطريقه. تحطه كذي تكبس وتضغط معك. من مميزات الكرش ايضا ان انت ممكن تمسكه من تحت وتطقه. تسكر القاعده عدل، اذا ما عندك كرش مشكلتك، مشكلتك. كذي نكون خالصين، بدلنا الكيس. في طريقه واحده قبل النوم، اذا بتبدل الكيس قبل النوم، لان يعني دائما اذا انت كنت تنام على جنبك اليسار يفضل، راح اعطيك طريقه راح تساعدك بالنوم انك تحطه بهالطريقه. تحطه على جنب، مو تحطه سيده او كذي، تحطه كذي بهالطريقه عشان لما تنام على جنبك اليسار كله يكون هني، فما يؤذيك ويتحرك معك بالنوم. وبس سلامتكم وتعيشون، والله يشافينا ويشافيكم ان شاء الله. في شغلة بعد، مع الكياس تي لزقات صغيرة تحطها على الفتحة هذه، هذه الفتحة عشان تطلع الغازات والهواء اللي داخل، فعشان ما ينتفخ معك. إذا كنت طالع برا بتروح أماكن خارجية يفضل أن أنت تحط اللزقة عشان إذا قعدت أو تحركت ما يطلع الوسخ منها ويدمر هدومك. فبهالطريقة الحين احنا سكرناه خلصنا، رد حطت فيه، الأمور طيبة موفقين. مثل ما شفنا أن هذه طريقة التعامل مع كيس الإليوستومي وكيفية تطهير المكان وكيفية التنظيفة وكيفية التعامل مع الأكياس وتبديلها. اللي عنده أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الموضوع أنا إن شاء الله راح أكون دائما متواجد في تويتر، وحسابي بتويتر مثل ما هو مكتوب عندكم أن تويتر، تقدرون تدخلون عليه وتسألوني، وإن شاء الله راح أقدر أفيدكم بالشيء اللي أنا كنت أعاني وكنت أعرفه من خلال هذا المرض. لله الحمد رب العالمين، الحين شافاني وشلت الكيس. اللي ليه ملحين عند الكيس الله يشافيك ان شاء الله ويعافيك ويديم عليك صحتك، وباذن الله ان شاء الله تشيله قريب، والناس اللي عايشين معاه الله يديم عليكم الصحه والعافيه ان شاء الله، وقولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم على متابعتكم، يعطيكم العافيه، مع السلامه.